هذا وقد استشهد 22 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مسجد بلال بن رباح في النصيرات وسط قطاع غزة. يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع لليوم 23 على التوالي عبر استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس. في حرب تفتقر أدنى الاعتبارات الإنسانية والدينية، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة متحديا القوانين والأعراف الدولية، فلم يعد في القطاع مكان آمن. المستشفيات، الملاجئ، المدارس، وحرب الإبادة امتدت إلى المصلين بالمساجد واللاجئين إليها. المجتمع الفلسطيني يعني كتب علينا هذا الخراب والدمار والتهجير، هاجرنا من المجدل وهاجرنا من بلادنا إلى هنا، ماذا يريدوا؟ أن نهاجر من خارج أرضنا أيضا التي نزحنا إليها في 67 ونزحوا أهالينا في 48، برضه يريدون تهجيرنا، وهذا نرفضه رفضا باتا إن شاء الله، وسنظل باقون حتى آخر طفل في فلسطين، سنظل باقين إن شاء الله. جيش الاحتلال سعى إلى كبت أي صوت يصدح بالحق، فالقصف الإسرائيلي دمر الكثير من مساجد غزة وحولها إلى ركام، ومنها مسجد بلال بن رباح الذي قصفته طائرات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 22 شخصا، ليصل بذلك عدد المساجد التي تعرضت للقصف والتدمير إلى 35 مسجدا في غزة. العدو الصهيوني يستهدف هذا المسجد، وإن كان مسجد يعبد فيه اسم الله تعالى، لكنه البيوت المحيطة كلها تأثرت، هناك شهداء، هناك جرحى، هناك معاناة للفلسطينيين حقيقة الذين نزحوا لهذه البيوت الآمنة من أجل أن يؤمنوا نفسهم بعض الشيء، لكن حقيقة لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. حرب عشوائية تلك التي تجعل المواقع الآمنة للمدنيين من الأطفال والنساء أهدافا استراتيجية مستباحة، فأماكن العبادة من مساجد وكنائس لم تسلم من القصف والتدمير، منها ثالث أقدم كنيسة في العالم تقع في حي الزيتون بالقطاع.